السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا سنة تالتة؟ عاملين ايه؟ معاكم زميلتكم أميرة ماهر، طبيب امتياز. الفيديو ده هيكون مراجعة سريعة على التوتوريال الأولاني بعنوان Challenges of Health Care Delivery System. قبل ما نبدأ يا شباب في التوتوريال، عايزين ندعي لكل زمايلنا اللي توفاهم الله، ربنا يرحمهم ويغفر لهم جميعا ويسكنهم فسيح جناته. طيب يا شباب، نرجع لموضوع التوتوريال. التوتوريال بعنوان Challenges of Health Care Delivery System يعني ايه؟ يعني ان دلوقتي عندي هيلث كير، عندي رعايه طبيه محتاجه ان انا اقدمها للناس. اما الناس اللي عندي دي مثلا محتاجه ان انا اديهم تطعيمات، او شخص تعبان هيجي يكشف، الدكتور هيطلب منه اشعه، هيطلب تحاليل، هيكتب له علاج، العيان هياخد الروشته ويبتدي يجيب العلاج. تمام، كل ديت هيلث كير او خدمه طبيه بتتقدم للعيان. طب هل الخدمه الطبيه لما بتتقدم للعيان بتتقدم بشكل سهل وبسيط من غير اي تحديات، من غير اي مشاكل، من غير اي صعوبات؟ قالك لا، يبقى في شويه صعوبات كده ومشاكل بتقابلنا في توصيل الخدمه الطبيه دي. احنا بقى عايزين نعرف ايه هي المشاكل اللي بتقابلنا دي، وايه هي الحلول للمشاكل دي. تمام كده يا شباب؟ طيب الموضوع انا عملته في شكل جدول بسيط كده، وفي العناوين الايه الرئيسيه لكل حاجه. اول حاجه ايه الباريرز اللي بتقابلنا، وهنعرف قدام كل بارير ايه السوليوشن اللي نحل بيه البارير ده. تمام، اول حاجه هنشوف الباريرز. الاول الباريرز عندي قلنا ممكن تبقى فيزيكال، سايكولوجيكال، ممكن تكون فاينانشال، جيوغرافيكال، ممكن تكون في الكالتشر واللانجويج، واخر حاجه الريسورسز. طيب نبدا باول حاجه عندي البارير الفيزيكال. قلنا ايه الباريرز الفيزيكال؟ زي ان قلنا العيان عندي مثلا مش هيقدر، يعني لو جاي يكشف مثلا في وحده صحيه او في مستشفى مش هيقدر يدخل على رجليه، هيبقى قاعد مثلا على كرسي متحرك، فهيلاقي صعوبه في الدخول والخروج من المكان اللي هو هيكشف فيه ده ومحتاج يكشف فيه ويجيب منه العلاج. طيب قلنا ايه الحل بتاع المشكله دي؟ ان احنا نعمل جود ديزاين للهيلث كير سنتر، يعني نصمم مين، نصمم المستشفى او الوحده او المكان اللي العيان هياخد فيه الخدمه الطبيه بتاعته، نصممه بشكل مناسب ليه. بمعنى ايه؟ ان انا قلنا ممكن نوسع الابواب عشان لو ناس راكبه على كرسي متحرك تعرف تدخل، قلنا ممكن نستبدل الستيرز السلالم بيه المنحدرات اللي احنا نقدر نزق من عليها الكرسي اللي بعجل ونزق الكرسي نطلع وننزل ويتحرك فيه بكل سهولة. وقلنا ان احنا ممكن برضو يبقى فيه تصميم كويس للترابزين بتاع السلالم اللي العين بتسند عليه، عشان لو حد عنده ديسابيليتي او ما بيقدرش ان هو يطلع وينزل كده براحته، لازم أن يبقى بيسند على حاجة وهو طالع وهو نازل. دي برضو بتخلي فيه سهولة اكتر في حركة الايه الناس جوه المستشفى او الوحده او المكان اللي هم يكشفوا فيه ده. البارير التاني هو السايكولوجيكال بارير. قلنا ان في بعض العيانين بيبقى عندهم مثلا فكره غلط او تخوف معين. طبعا هو التخوف ده مش بيبقى، يعني هو مش صح، يعني هم مثلا في عيانين مثلا عندها فكره غلط، انا مش عايزه اروح لدكتور، انا لو عملت عمليه مثلا هموت، انا ما مش عايزه اروح اخلع ضرسي، انا مش عايزه اروح اعمل حاجه في اسناني، يبقى عنده تخوف دايما طول الوقت. طب نحل ازاي المشكله السايكولوجيكال، المشكله النفسيه اللي عند المريض ده؟ اول حاجه جيت تو نو يور بيشنت، ان احنا المفروض الدكتور اول حاجه يعرف البيشنت اللي قدامه ويعمل جود ريليشن شيب ما بينه وما بين البيشنت، يتكلم معاه كويس، يعمل اول ريليشن شيب كويسه مع المريض علشان يقدر يتعامل معاه بكل سهوله. المريض التخوفات اللي عنده كلها تروح، يبتدي يحكي لك عن المشكله اللي عنده، يحكي لك كل الاسباب اللي عنده مثلا اللي جابته، الامراض اللي عنده اللي قبل كده، يبقى المريض اصلا قاعد مش خايف او مش قلقان، وحاسس ان الدكتور بيعامله بطريقه كويسه، فبالتالي يقول لك كل اللي عنده، فده يخلي الدكتور كمان يوصل لتشخيص صح ويديله تريتمنت صح. تمام، ask every patient how he or she is feeling about treatment. لازم برضو يسأل البيشنت وياخد رأيه. قلنا المريض لازم المريض يشارك الدكتور في اتخاذ القرار بتاع العلاج بتاعه. طب انا في عملية وفي بديل للعملية، انت تمشي على ادوية، طب المريض حابب ايه، العملية ولا الادوية؟ لازم كده المريض يبقى ليه رأي برضو في خطة العلاج اللي هو هيمشي عليها. set up a stop signal، يعني برضو الدكتور يطمن المريض، مثلا يقول له مثلا، يعني لو دكتور اسنان مثلا شغال على مريض يقول له طب انا وانا بعمل مثلا في ضرسك جوه وقت ما تحس بألم أو بوجع أو عايز نوقف في أي وقت مثلا ارفع إيدك، أنا هشيل إيدي على طول مش هكمل إيه اللي أنا بعمله. فدي برضو من الأسباب اللي بتخلي المريض حس إن هو قاعد مرتاح، لأن أنا وقت ما أحس بوجع، أحس بألم، أحس إن هو مش قادر يكمل، هي مثلا هيرفع إيده الدكتور خلاص، هي يعني مش هيكمل. تمام،
address the control of pain. يعني احنا برضو ممكن نصح شوية او نقلل شوية مثلا من اسباب الوجع. يعني ممكن نستخدم local anesthesia مثلا، مخدر مبنج موضعي. ممكن لو انا هدي مريض حقنة مثلا injection وهو عنده تخوف مثلا من الوجع بتاع الحقنة وكده، وانا ممكن نديها slow injection، نديها بالراحة شوية بشوية، ده بيخلي الوجع اقل. خامس حاجة suggest supportive therapy. يعني احنا ممكن المريض مثلا نقعده مع دكتور سايكولوجيست يبتدي ان هو يغير له الافكار اللي عنده، يغير اللي يعمله behavioral changes، يغير طريقة التفكير وطريقة التصرفات بتاعة العيان، فيشيل من عنده كل المخاوف والافكار اللي عنده اللي هي اساسا مش ايه مش صحيحة قوي، او مش ايه الموضوع ما يخوفش قوي زي ما هو شايفه كده. اخر حاجه put your patient first every time. يعني دايما الدكتور يحط نفسه برضو مكان المريض علشان يقدر يتفهم التخوف اللي عنده ده، وان هو خايف ان هو عنده مثلا قلقان، مش عايز اعمل عمليه، مش عايز اكشف، خايف اعمل التحليل ده، خايف اخد العلاج ده. فلازم برضو الدكتور يحط نفسه مكان البيشنت عشان يقدر ان هو برضو يحس بالمعاناه اللي البيشنت بيبقى فيها، وابتدي يقدر برضو يخفف عليه ويشيل من عنده الاسترس والقلق ده ايه واحده واحده. البارير اللي بعد كده الفاينانشال بارير. قلنا الفاينانشال بارير ده اي مشكله ماديه بقى، المريض مثلا مش هيقدر يتحمل فلوس الكشف بتاع الدكتور، ما علشان يروح للدكتور مثلا هيركب مواصلات، عايزه فلوس. فالموضوع اللي هو بيبقى فيه تكلفه ماديه او عبء مادي على المريض، دي كلها تبقى مشاكل فاينانشال، نعوضها ازاي؟ والفاينانشال برضو من ضمن برضو الاسباب الفاينانشال، ممكن تبقى فاينانشال على المنظومة نفسها، مش قادرة توفر الادوية، مش قادرة توفر العلاجات، العلاج مثلا او الادوية او العمالة اللي فيها مثلا قليلة. كل دي برضو اسباب ايه ممكن تبقى فكرة الفكرة الفلوس فيها هي الايه المشكلة الاساسية. يعني طب ده نعالجه ازاي؟ قالك اول حاجة في non governmental organizations provide medication and medical expertise. في مثلا منظمات مش حكوميه مش تبع الحكومه ممكن توفر الادويه وتدي برضو توفر ادويه، توفر دكاتره، توفر كده برضو الايه لو في عجز او نقص في العلاج. governments also provide community health centers and low cost clinics. برضو الحكومه بتوفر اماكن وعيادات بتبقى تكلفه الكشف فيها بتكون اقل شويه. في وايد هيلث انشورنس كفرج اللي هو التامين الصحي، وان في ناس مثلا اللي هي ليها مرتب محدد او مرتب حكومي مثلا بيكون ليها تامين صحي، يعني وقت ما يتعب مثلا يروح يكشف تبع التامين وكده، بتكون برضو الفلوس الكشف والعلاج والتحليل والحاجات دي كلها ايه والاشعه وكده بتكون كلها بفلوس اقل. some health care organizations are starting to offer payment plans. قلنا ساعات بيغيروا طريقه الدفع شويه، يعني في مثلا عيان مش هيقدر يدفع المبلغ الكشف مثلا مره واحده، ممكن يغيروا طريقه الدفع، ممكن يدفع مثلا على كذا مره او كده. ففي يعني خطط مختلفه ممكن نقدر ان احنا نحل بيها المشكله الايه الفاينانشال دي. البارير اللي بعد كده الجيوغرافيكال بارير. قلنا بعد المسافات، المريض علشان يروح ياخد الخدمه الطبيه بتاعته يعني اقرب مستشفى ليها او اقرب حاجه ليه محتاج اصلا يركب لها كذا مواصله، فده يعمل بعد شويه، فده ممكن ما يشجعش المريض ان هو يروح او يكشف او يعرف ايه المشكله اللي عنده. قلنا ده بيتحل ازاي؟ في موبايل كلينكس، قلنا العيادات المتنقله، قلنا دي ازاي العربيات كده اللي بتبقى واقفه مثلا، اللي عايز يقيس ضغط، اللي عايز خدت التطعيم ولا لسه، اللي يحاول ياخد التطعيم فيها، العربيات اللي احنا بنشوفها بتبقى واقفه في الشوارع دي، اللي بتاخد مثلا اللي عايز يتبرع بالدم، اللي هي الحاجات دي كلها اسمها موبايل ايه موبايل كلينكس. قلنا في ستودنت ران كلينكس، قلنا ديت بتبقى برضو كلينكس بتبقى معموله في اماكن بور شويه، الناس يعني بتبقى الحاله الماديه بتاعتهم قليله، فبتقدم لهم الكير بتكون فري وايزلي اكسسبل، ياخدوا يقدروا ياخدوا الرعايه الطبيه اللي هم محتاجينها، وفي نفس الوقت بتكون ايه مجانية. وان في كولوكيتد كلينكس، بيبقى في كلينكس اماكن برضو او عيادات بتكون فيها كذا تخصص لكذا طبيب يعني في نفس الوقت، يعني الاستاف بيبقى مشترك، وفي مثلا طاقم التمريض واحد وما بين كل الدكاترة، ولكن بيبقى عندي في كذا دكتور في تنوع في الدكاترة، دكتور اسنان مثلا، دكتور تخصص اطفال، دكتور سايكولوجيست، كل ده. فده وقال لك برضو بيبقى مفيد، لان لو مثلا مريض جاي مثلا عايز يخلع ضرسه وهو عنده تخوفات وزي ما قلنا والمشكله السايكولوجيكال عنده ديت موجوده، فهو مثلا لو في سايكولوجيست مثلا في المكان ده هيخفف الموضوع جدا، لان لو بس قعدنا معاه المريض شويه خلاص هو يبتدي يشيل من عنده كل التخوف والافكار دي، فده طبعا هيسهل الموضوع اكتر. اخر حاجه التلي ميديسن. قلنا التلي ميديسن ده اللي هو بقى التواصل ايه اونلاين او عن بعد. دلوقتي التواصل مع الدكتور بيبقى عن طريق الواتساب، بيعملوا مثلا فيديو بيتكلموا فيه مع بعض،
تمام. وقلنا التلي ميديسن طبعا ليه مميزات وليه برضو مشاكله. قلنا المميزات بتاعته طبعا الدكتور بيتواصل مع المريض والمريض بيتواصل مع الدكتور بسهولة وفي أي وقت، وبيشيل عبء المادي من على المريض وبيشيل الاسترس من على المريض برضو، ان هو محتاج يقوم ويلبس ويركب مواصلات ويروح ويجي، كل ده بيتشال من عليه. بس قلنا برضو في شوية مخاطر كده، واهمها طبعا المشاكل اللي بتبقى ليجل او ايثيكال، زي ان انا برضو الدكتور لازم يبقى عامل حسابه ياخد موافقة المريض، يوصل له برضو المعلومة الطبية بشكل صحيح، يبقى متأكد ان هو المريض مثلا ما يعملش برضو، ممكن ياخد اي كلمة الدكتور يقولها ويوصف له علاج غلط او ايا كان، ويقدم بيه شكوى ضد الدكتور. فلازم الدكتور يكون سامع شكوى المريض كويس ويديله العلاج المناسب ليه، وبرضه يبقى في حته الكونسنت زي ما موجوده مثلا في العادي برضه تبقى موجوده اونلاين، ان هو لازم يبقى واخد موافقه المريض، وطبعا الخصوصيه والمصداقيه طبعا مع المريض. بعد كده الكالتشرال اند لانجويج، قلنا مشكله بقى اختلاف الثقافات واختلاف اللغات، تمام. العيان جاي يكشف مثلا بيتكلم لغه والناس اللي في المكان بيتكلموا لغه تانية، فدي طبعا هتعمل مشاكل. او اختلاف الثقافه، العيان بيقول مصطلحات مثلا غريبه الدكتور مش فاهمها، مش من المنطقه بتاعتهم دي، تمام. فده بنتحكم فيه ازاي؟ قال لك ممكن نعمل بامفلتس النيتيف لانجويج، يعني لو انا هعمل مثلا كتيب هعلق اللوح اللي بتبقى متعلقه في المستشفيات او في الوحدات الصحيه مثلا، بتعرفك يعني ايه فيروس كورونا، ايه التطعيمات المفروض تاخدها، ايه اللي مش عارف ايه، كل الحاجات دي نكتبها باللغه الام بتاع المكان اللي احنا فيه. في امريكا تتكتب مثلا بالانجلش، في مصر تتكتب بالعربي، في كل بلد باللغه المناسبه ليها عشان الناس تفهمها، اللغه الام. يوز يونيفرسال هيلث كير سيمبلز، ممكن نستعمل رموز مثلا تبقى على مستوى العالم، متعارف عليها على مستوى العالم. الرمز ده مثلا بيشير لكذا، الرمز ده يشير لمرض كذا، الرمز ده يشير لعلاج كذا، تمام. فده تبقى خلاص حاجه متعارف عليها، الدكتور ده في مصر في امريكا في الصين، هي خلاص سيمبلز واحده متعارف عليها في كل الدول. كرييت هوسبيتال لانجويج بانك، يعني ممكن لو احنا في بلد مثلا فيها لغتين، ايه المشكله لو احنا جبنا ترانسليتور حد مترجم ويبتدي ان هو يعلم الناس اللي الستاف مثلا الطب اللي شغال ده يبتدي ان هو يعلمه اللغه التانية دي، ودي طبعا تبقى حاجه كويسه لان هو كده اكتسب لغه جديده جنب اللغه اللي عندهم، فيقدروا يتواصلوا مع الناس بسهوله. وطبعا كل ما كانت اللغه واحده ما بين الدكتور وما بين المريض، ده طبعا هيختصر في الوقت وهيلغي ايرورز كتير قوي ممكن تحصل. اخر حاجه مشكله معانا الريسورسز، قلنا برضو هنا نقص الموارد، ممكن يبقى في عنده نقص في الموارد، نقص في القوى العامله، نقص في الميديكيشنز اللي عندي، كل الحاجات دي ممكن لو هي برضو قليله ده هيصعب وصول الخدمه الطبيه للمريض. طب قلنا نحل المشكله دي ازاي؟ نعمل كروس ترين يور امبلويز، يعني ممكن لو عندي طاقم تمريض مثلا ان انا ابتدي اعلمهم كذا حاجه، تمام. لو في كذا حاجه بتتعمل مثلا على البيشنت يبتدوا يتعلموها كلها، فيقدروا يساعدوا دكتور البطنه وفي نفس الوقت نفس الاستاف يقدر يساعد دكتور جراحه ويقدر يساعد كلهم دكتور اطفال، فيبقى نفس الاستاف يقدر يعمل كذا حاجه. طيب برضو هاير تمبرري ستاف، ممكن نعين ستاف معين برضو او طاقم تمريض مثلا نعينه لفتره مؤقته، او دكاتره معينه مثلا يبتدوا يعملوا وظيفه مؤقته ويتعينوا في المكان لفتره مؤقته لحد ما العجز اللي موجود ده او الزحمه اللي حاصله دي تخلص، بعد كده يبتدي نشيل الستاف ده تاني. تالت حاجه ask your staff to book annual leave days، يعني نبتدي برضو نعرف من الستاف ايه الاجازات اللي هياخدوها وهياخدوها امتى، علشان مش فجاه كده كل الستاف ياخد اجازه مره واحده، فده طبعا هيعمل عجز في الايه في المستشفى او في الوحده بشكل كبير، فلازم كل واحد يبقى عارف هيتاخد اجازاته امتى. و try to avoid the staff holiday clashes، برضو ناخد بالنا من حته الاجازات علشان ما الاجازات كلها ما تحصلش مره واحده، نبقى محددين كل واحد اجازاته امتى. وطبعا هيبقى في اجازات كده معينه مسموح بيها لكل دكتور او كل شخص تبع التمريض، بيبقى كل واحد متحدد له اجازاته وياخدها امتى وفي اوقات ايه والاسباب ايه، فكل الحاجات دي ضرورية علشان تفضل الخدمة الطبية توصل للناس بشكل صحيح. كده يا شباب الفيديو خلص، دي كانت مراجعة سريعة على المحاضرة، لو في حد عنده اي سؤال يبعته ان شاء الله هحاول ارد عليه. وبس كده، شكرا وربنا يوفقك.